إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم النحل أباي والصفحة على الفيسبوك تربية النحل ولاية سطيف الجزائرية. تحياتي لجميع المتابعين. إذن موضوعنا اليوم وهو يعني موضوع جد مهم، نتحدث فيه عن تأثير الأمطار على موسم الفيض أو العسل، وكذلك تأثير الأمطار على النحل. الكثير من الأسئلة يعني تطرح بخصوص هذا الأمر من الإخوة النحالين. إذن سؤال دائما، هل الأمطار تؤثر على العسل وعلى النحل؟ سنوافيكم بهذا الشرح البسيط والمأخوذ من تجربة مع النحل، يعني على مر السنين، ولو يعني سنين قصيرة أو فترة قصيرة، ولكن يمكن للنحال الذي يلاحظ جيدا أو تكون لديه ملاحظة يعني دقيقة، يمكن أن يستنتج بعض الأمور في تربية النحل، خاصة فيما يخص تساقطات الأمطار الغزيرة الرعدية مثل ما يحدث عندنا في هذا العام 2025، ومثل ما حدث في سنة 2016 و2023. الكثير من الشروحات والتحليلات من طرف إخواننا النحالين، وأحيانا نشاهد شروحات غريبة جدا، فيه من يقول أن هذه السنة لا وجود للعسل، وآخرون يقولون النحل سيأكل كل العسل وسنخرج صفر في الموسم. بعض المرات يعني الأمر يصبح مضحك إخواني الكرام، لو درسنا الأمور بشكل علمي وتحدثنا بجدية وعن تجربة، هل حقيقة هذه الأمطار تؤثر العسل ونحن في بداية الشهر الخامس؟ طبعا ما زال الشهر الخامس وما زال الشهر السادس، الذي كذلك يعتبر في بعض المناطق الداخلية والمرتفعة يعني شهر من أشهر الربيع. طبعا الجواب، الأمطار لا تؤثر على العسل، لأن نسبة أو الفوائد كبيرة مقارنة ببعض الخسائر القليلة أو الإيجابيات أكثر من السلبيات، لأنه يمكن للكثير من النباتات الاستفادة من الأمطار هذه الرعدية، وبالتالي ازهرار يكون كبير جدا، ويمكن أن حتى يعني حتى في بعض المناطق كان هناك على سبيل المثال جفت بعض النباتات، ممكن يعني تحيا من جديد، أو ممكن أن يكون مرعى جديد بنفس النباتات، وهذه حدثت في 2023، يعني مرعى جديد يخلف القديم كما حصل كما ذكرت في 2016 وكذلك في 2023. نباتات كثيرة ستزهر مستقبلا إن شاء الله. وزيد على هذا، درجة حرارة الآن لا تؤثر، يعني نحن نتجه رويدا رويدا نحو ارتفاع لدرجات حرارة، وبالتالي درجة حرارة هذه لا تؤثر بالشكل الكبير على النحل، لأن التقلبات الجوية قصيرة والحرارة لا تنخفض بالشكل الكبير الذي يؤدي إلى انهيار الخلايا، بل بالعكس تطور الخلايا سيكون كبير جدا، خاصة مع التحسن أو خاصة مع الإشراقة الشمس والتحسن وارتفاع الحرارة بعد الأمطار. وبالنسبة لاستهلاك النحل لكميات العسل في الإطارات خاصة الخلايا البعاسلة، هذا يقابله بعد الأمطار تخزين كميات مضاعفة في فترة وجيزة. ودائما أقول لكم أن النحل يمكن له أن يخزن العسل كميات كبيرة في ظرف أسبوع أو أسبوعين، ما لم يخزنه في أشهر. أما بالنسبة لبعض السلبيات وهي قليلة جدا، نذكر منها تأثير البرد على الأزهار الحالية فهو يسقطها، وكذلك حتى يعني الأمطار الغزيرة تؤثر على بعض الأزهار تسقطها، كذلك تأثير الأمطار عندما تكون يعني بشكل مستمر يعني لعدة أيام يمكن أن تعرقل تلقيح الملكات فقط. خلاصة القول، هذه السنة هي سنة عسل، ويمكن للخلايا القوية أن تجمع كميات كبيرة من العسل ممكن لم نشاهدها منذ سنوات عديدة.
ونختم القول بالآية 30 من سورة الأنبياء بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم، يعني الآية كافية. شكرا لكم، وإلى اللقاء في موضوع آخر بإذن الله.